أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لازال حديثنا في حديث الإمامة وهو الحديث الذي رواه ثقة الاسلام الكليني رضوان الله تعالى عليه في كتاب الكافي الشريف عن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام. وصلنا إلى هذا المقطع حيث يقول الإمام الرضا عليه السلام: "الإمام المطهر من الذنوب المبرأ عن العيوب" المخصوص بالعلم المرسوم بالحلم نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين الامام واحد دهره لا يدانيه احد ولا يعادله عالم لا يوجد منه بدل ولا له مثل ولا نظير مخصوص بالفضل كله من غير طلب منه له ولا اكتساب بل اختصاص من المفضل الوهاب في هذا المقطع يبين الامام الرضا عليه الصلاه والسلام بعض اهم صفات الامام لان الله سبحانه وتعالى حكيم ولا يفعل ما يفعل اعتباطا. الله سبحانه وتعالى حينما يختار شخصا وهو القادر سبحانه وتعالى على كل شيء. لا يختار شخصا عاديا وانما يصطفي ثم يختار. صحيح الانبياء الائمه تركيبتهم الجسديه كسائر الناس وكما قال الله سبحانه وتعالى: وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. وصحيح انه سبحانه وتعالى قال: قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي. صحيح ان التركيبه جسديه هي كسائر الناس. لأن الله سبحانه وتعالى أراد لهم أن يكونوا أسوة، أن يكونوا قدوة، فكانت الحكمة تقتضي أن تكون الأسوة والقدوة من نفس جنس الناس، حتى الناس ينظرون إلى أفعاله فيقتدون به، وإلا إذا كان من جنس آخر ما كان قابلاً للاقتداء، إذا كان ملك الملك لا يمكننا أن نقتدي به. لماذا لان تركيبته تختلف عن تركيبتنا الملك لا يحتاج الى طعام الملك له قدرات خارقه تختلف عن قدراتنا الملك يمكنه ان يسجد سجه واحده لله الاف السنين الملك ليس فيه شهوات لا يمكن ان تقتدي به ولذا الله سبحانه وتعالى في جواب المشركين حيث قالوا لماذا الله لم يرسل ملكا رسولا قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا عليهم ما يلبسون لو كان المقرر ان يكون الرسول ملك لجعلناه بصوره انسان حتى يتعامل مع الناس كما يتعاملون فيتمكنون من الاقتداء به صحيح التركيب الجسدي للانبياء وللائمه هي تركيبه بشريه ولكن الله سبحانه وتعالى اصطفاهم فضلهم بامور هذه الامور لا تنافي تركيبتهم الجسديه ولكنها في نفس الوقت سببت فضيلتهم على غيرهم ولذلك كانت لهم القابليه الانبياء للنبوه والائمه للامامه عليهم جميعا الصلاه والسلام. إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. الله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس، وبالنسبة إلى الأئمة الله سبحانه وتعالى يقول: "ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا". فلذلك الأنبياء والأئمة فيهم صفات لا توجد في غيرهم لذلك كانت لهم القابليه للنبوه او للامامه. زين الله سبحانه وتعالى حكيم يتمكن من ان يخلق انسانا ويصطفيه ويحليه بفضائل لكي يكون محلا قابلا اذا كان نبيا لتلقي الوحي واذا كان اماما ليكون وصيا للنبي. والا اذا الانبياء والائمه لم يصطفهم الله سبحانه وتعالى ولم يحلهم بالصفات التي ذكرها او ذكر بعضها الامام الرضا عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث ما كان بينهم وبين سائر الناس فرق فلماذا استحقوا هذا المنصب دون غيرهم؟ فلم يكن من الحكمه صحيح الله سبحانه وتعالى لا يسال عما يفعل وهم يسالون الله سبحانه وتعالى هو المالك المطلق وهو يفعل ما يشاء ولكنه في نفس الوقت حكيم الله سبحانه وتعالى قادر لكنه حكيم فلذلك قدرته الله سبحانه وتعالى يعملها فيما فيه الحكمه لذا الله سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد، هو عاجز عن ذلك؟ لا، مو عاجز، قادر ولكنه لا يظلم لان الظلم قبيح ولا يليق بجلاله وخلاف الحكمه. زين الله سبحانه وتعالى يتمكن من الاصطفاء او لا يتمكن؟ يتمكن. منصب الامامه، منصب النبوه منصبان رفيعان يحتاج الى قابليه من يتبوأهما. انت اذا تريد تخلي واحد مدير لمستشفى مو تجيب واحد امي لا يعرف اي طرفيه اطول تخليه مدير لمستشفى تجيب واحد له قابليه لذلك اذا هو بالذات ما له قابليه تدخل دوره تعليميه يدرس المراحل المختلفه هذه يتجاوزها النجاح تطوره تطور قدراته إلى أن يصير قابل لإدارة المستشفى، تخليه مدير للمستشفى. الفرق بين الأنظمة الديمقراطية والأنظمة الدكتاتورية عادة في هذه الأمور وفي غيرها. في النظام الدكتاتوري يجي واحد من الشارع عمي يصير وزير، يصير رئيس. لكن في الأنظمة الديمقراطية ليس كذلك. لازم يمر بمراحل كثيره إلى أن يصل إلى الوزارة أو الرئاسة أو أي جانب آخر. أحياناً في بعض الأنظمة الدكتاتورية واحد أمي يصير رئيس جامعة. ليش يصير رئيس جامعة؟ لأنه هو أخو الرئيس، ابن خالة الرئيس، ابن عمة الرئيس. وهو لا يعرف أي طرفي أطول، يصير رئيس جامعة. لكن في الأنظمة التي تحترم نفسها ما يصير يقول هذا يريد يصير يصير مدير جامعة رئيس جامعه لازم يتاهل لذلك. التاهل لذلك يحتاج انه سنوات طويله يدرس، يمر بمراحل، بتجارب، الى ان يصير الى القابليه في ان يكون رئيسا للجامعه، زين الرئيس يجي ينصبه او باي طريقه قانونيه يعين لرئاسه الجامعه. زين احنا بالنسبه للناس لا نقبل ان يضعوا شخصا في منصب رفيع اذا لم تكن له قابليه. الا بعد ان يوجدوا فيه القابليه، زين نجي في الله سبحانه وتعالى وهو احكم الحكماء. الله سبحانه وتعالى يختار الى منصب رفيع كمنصب النبوه وكمنصب الامامه، يختار شخص غير مؤهل؟ لا، لا يختار ذلك لانه حكيم. زين كيف يتاهل هذا الانسان؟ الله يؤهله. كيف الله يؤهله؟ بالاصطفاء. يعلمه. يطهره. لذا نقول النبي يجب ان يكون معصوما، الامام يجب ان يكون معصوما، مو فقط معصوم في تبليغ الاحكام. يقول يبلغ الحكم لا يخطئ في ذلك، لا يذنب في ذلك، لا. نعتقد بان الامام والنبي يجب ان يكون معصوما في كل شيء، سواء في تبليغ الاحكام، او في الامور الحياتيه اليوميه لا يخطئ حتى في الامور العاديه ليش لانه هذا مختار من قبل الله انت لا تشوف انه هذا انسان كسائر الناس شوفه من الزاويه الاخرى ان الله اختاره لازم يكون هذا يناسب عظمه الله سبحانه وتعالى وقدره الله وحكمه الله سبحانه وتعالى انسان يخطئ يذنب يرتكب القبائح والله القادر على خلق انسان معصوم في كل الجوانب ليس من الحكمه ان يختار انسان مذنب يخطئ لهذه المهمه العظيمه مع قدرته على ان يخلق انسانا ويصطفيه ولا يخطئ ولا يذنب ويبوئه ذلك المنصب لذلك الامام الرضا عليه السلام في هذا الحديث يقول الامام المطهر من الذنوب لا يرتكب ذنبا سواء صغيره او كبيره. في الايه الشريفه بالنسبه الى الائمه من اهل البيت عليهم الصلاه والسلام والرسول وفاطمه الزهراء وفاطمه الزهراء سلام الله عليهم اجمعين، الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ يقول انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت. ويطهركم تطهيرا. الله اصطفاهم وهذه الايه لا تشمل زوجات الرسول حتى غير الشيعه رووا في صحاحهم ذلك ام سلمه خارج عن دائره اصحاب الكساء عليهم الصلاه والسلام وعن هذه الايه على رغم منزلتها العظيمه وايمانها الرفيع وانها كما في بعض الروايات افضل زوجات الرسول بعد خديجه عليهم الصلاه والسلام يعني افضل زواجات الرسول خديجه ومن ثم ام سلمه كما يظهر من بعض الروايات. على رغم مكانتها العظيمه لكنها مع ذلك لم تكن ضمن هذه المجموعه التي نزلت عليهم ايه التطهير انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا تطهير خاص بالاراده التكوينيه لله سبحانه وتعالى، لذا قال انما يريد الله. التطهير التشريعي هذا عام للجميع، ليس خاص باصحاب الكساء، لكن الايه تقول انما حصر فهذه طهاره خاصه هي الطهاره التكوينيه، يعني العصمه. الذنب رجس، الامام والائمه مبرؤون من الذنب لانه رجس. ونحن نقول ان الائمه عليهم الصلاه والسلام ومن قبلهم الرسول صلى الله عليه واله حتى مبرؤون من المكروهات بل مبرؤون من ترك الاولى حتى اذا لم يكن مكروها الامام المطهر من الذنوب احد العلماء كان عنده تعبير لطيف يقول الذين ينقصون من قدر الرسول صلى الله عليه واله والائمه عليهم الصلاه والسلام هؤلاء توحيدهم ضعيف لازم انت تعرف الله سبحانه وتعالى حتى اذا عرفت الله سبحانه وتعالى تعرف ان الله لا يختار شخص ناقص مذنب غير مصطفى للمهمه اعرف الله سبحانه وتعالى، اعرف قدرة الله. اعرف عظمة الله، اعرف حكمة الله. ذاك الوقت إذا عرفت الله عرفت الله سبحانه وتعالى من هذه الجهة، تعرف أن الله لا يختار اعتباطاً والذي يختاره الله سبحانه وتعالى ويصطفيه، إنما يكون إنسان كامل، يعني الله يكمله، هو إنسان صحيح إنسان، لكنه إنسان كامل. الإمام المطهر من الذنوب. المبرأ من العيوب أحيانا يكون عيب، لكنه ليس بذنب. قد يكون عيب في الخلق وقد يكون عيب في الخلق الخلق الصورة الظاهرية للإنسان يرتبط بأعضاء الإنسان. قد يكون فيه عيب، واحد معوق هذا ليس نقصا حقيقيا لكن بالنتيجة نقص في جسده، يعني منزلته المعنوية هذه لا تقل بسبب خلل في جسمه، إذا هو أعمى أو أطرش مثلا أو معوق من جهة أخرى، منزلته المعنوية لا تقل بذلك، لكنه بالنتيجة نقص نقص في الجسد ولو هو ليس نقص في الروح ولذا الإنسان لازم لا يستحقر معوقا هذا مبتلى لعل منزلته عند الله سبحانه وتعالى أعظم من منزلة كثير من الناس الإمام ومن قبل الرسول ومن قبل الأنبياء مبرأ من العيوب في الخلق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا خ... لا عوق ولا خلل في اجسادهم. ليش؟ لان الله سبحانه وتعالى ارسلهم لهدايه الناس. كثير من الناس عقولهم في عيونهم اذا هذا الذي اصطفاه الله سبحانه وتعالى معوق يبتعد عنه، يشمئز منه. الله سبحانه وتعالى سهل اسباب الهدايه للناس. لذا اختار للنبوه وللإمامة ناس لا عيب فيهم لا في نسبه لا في تاريخه لا في أي شيء من الجوانب التي ترتبط به لذا احنا نقول مثلا الأنبياء الأئمة لا يوجد عهر في آبائهم وأجدادهم وجداتهم إلى آدم عليه الصلاة والسلام لأن هذا عيب إذا واحد جدته إحدى جداته كانت ساقطة هذا يعتبر عيبا فيه ولو هو مؤمن. الله سبحانه وتعالى نزه الأنبياء والأئمة من ذلك. زين، عيب في الأخلاق، الخلق هي الصورة الباطنية للإنسان، الخلق الصورة الظاهرية للإنسان. الخلق الصورة الباطنية للإنسان. واحد حسود مثلا. بس الحسد إذا لم يظهر لم يظهره الإنسان بيد ولا لسان هذه رذيلة لكن مو حرام كثير من الرذائل إذا الإنسان ما أظهرها تكون رذيلة أكو في الحديث الشريف واستر خلل خلقك بعملك يعني أحيانا الإنسان يعرف من نفسه بل الإنسان على نفسه بصيرة يعرف من نفسه أنه حسود أنت لا تظهر هذا الحسد بل بالعمل الصالح غطي على هذا هذه الصفه النفسيه بل حاول تغيرها اذا ما قدرت تغيرها لا تظهرها واحد جبان يقول اذا انت جبان حاول ان تغير الجبن الى الشجاعه لان الجبن رذيله زين هسه ما قدرت تغير الجبن حاول ان تتشجع ان تظهر الشجاعه حتى لو انت بقلبك خايف وجبان لكن اظهر الشجاعه اذا واحد مو حليم زين يظهر الحلم اذا تمكن من تغيير الصفه فبها اذا لم يتمكن يظهر الحلم بل الانسان اذا بالممارسه يمكنه تغيير كثير من الرذائل الخلقيه زين هسه نجي للانبياء والائمه هؤلاء لا نقص في خلقهم ما لا توجد فيهم رذائل المبرأ من العيوب المخصوص بالعلم الامام مخصوص بالعلم يعني شنو؟ يعني الله سبحانه وتعالى العلوم الذي التي انزلها على الناس كل تلك العلوم علمها للامام يعني علمها الرسول عن طريق الوحي، والرسول علمها له الإمام أمير المؤمنين، والأئمة يتوارثون هذا العلم، إمامًا بعد إمام. نعم، كثير من الناس تعلموا بعض هذه العلوم، أجوا سألوا الرسول صلى الله عليه وآله بينها لهم، أجوا سألوا الأئمة بينها لهم، لكن العلوم كثيرة جدًا. في مختلف الجوانب ما انزله الله سبحانه وتعالى على انبيائه علم ما كان ما يكون ما هو كائن علم المنايا والبلايا وما الى ذلك علم فروع الشريعه وما اكثرها جميعها من كل الجهات الله سبحانه وتعالى خصها بالرسول ومن بعد الرسول بالائمه عليهم الصلاه والسلام اما سائر الناس فعلومهم قليلة يعني كقطرة مقابل البحر المحيط المرسوم بالحلم هذا الحلم كمثال يعني جميع الصفات الخلقية الفضيلة موجودة في الإمام عليه الصلاة والسلام وإنما ذكر الحلم لأنه من أبرز الصفات ومحل ابتلاء كبير لأن الإنسان العالم الذي له الفاضل يبتلى بالجهلة فيجب أن يحلم عليهم زين بعض الأحيان تحلم عن أهلك عن أولادك عن أقربائك عن المجتمع اللي أنت فيه عن كثير من الناس عن الحكام الحلم الحلم شنو هو؟ يعني الإنسان يصبر على جهل الجاهل أنت مقابل جاهل هذا الجاهل يرتكب بجهالته أمور انت تتحمل هذا هو الحلم المرسوم بالحلم نظام الدين وعز المسلمين كما ان اصل الامامه كما مر في اوائل هذا الحديث هي نظام الدين وعز المسلمين كذلك الامام ايضا نظام الدين وعز المسلمين لانه احيانا المنصب يكون شيء وصاحب المنصب يكون شيء اخر تقول أنه منصب رئاسة الجمهورية هو يحفظ البلد لكن هذا الرئيس لا يليق بهذا المنصب الرئيس ما قدر يحفظ فأنت عزل جيب غير رئيس بالنسبة للإمامة وللإمام كما أن أصل تشريع الإمامة كقانون هو نظام الدين وعز المسلمين كذلك شخص الإمام نظام الدين وعز المسلمين ما يخلي الدين يتفرق ينهار لا يحفظ الدين ويكون عز للمسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين عايشين تقول عضوا عليكم الأناملة من الغيظ المنافق قلبه كفر ظاهره إيمان يتشهد الشهادتين و قد يأتي بالعبادات الظاهريه مع سائر المسلمين لكن قلبه كافر عكس الذي يستعمل التقيه كعمار بن ياسر رضوان الله تعالى عليه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان اظهر الكفر لكن باطنه كان الإيمان زين المنافق لأن باطنه هو الكفر هذا لا يريد عزه للمسلمين يكيد للمسلمين فإذا شاف واحد جامع للفضائل هو إمام المسلمين يغتاظ من ذلك لأنه يخرب مشروع النفاقي ويفشل مخططه وبوار الكافرين هلاك الكافرين الكافرون يحاربون الإسلام من الذي يهلكهم سواء هلكة مادية كما ان امير المؤمنين علي بن ابي طالب علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام اهلك كثيرا من الكفار في غزوات الرسول صلى الله عليه واله او هلاك معنوية يعني يهلك شوكة الكفار يزيلها يزيلها ثم بعد ذلك قول هذه الصفات اللي موجوده في الامام، الامام المطهر من الذنوب، المبرأ من العيوب، كذا كذا الى غيظ المنافقين وبوار الكافرين. هذه صفات لا تجتمع في انسان واحد، الا في الذي اصطفاه الله، ولذلك الله اصطفى مجموعه قليله. لذلك لا مثيل لهم، لا نظير لهم، لا بديل لهم. تقول زين شنو الفرق انه الإمام علي بن أبي طالب يكون هو الحاكم مثلاً أو معاوية، الفرق أن علي بن أبي طالب عليه السلام الله اصطفاه ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفيناه من عبادنا هو المعصوم هو المرتبط بالله سبحانه وتعالى هو العالم هو الخليفة الحق وذاك باطل من كل جهة رأس الفقه الفئة الباغية المجموعه الباغيه التي امر الله سبحانه وتعالى بقتالها فقاتل التي تبغي حتى تفئ الى امر الله وهذه الفرقه لم تفئ الى امر الله حاربت امير المؤمنين وحاربت الامام الحسن عليه الصلاه والسلام حتى اضطر انه يهادنهم اضطر مو انه عن قناعه جاء الامام الحسن عليه الصلاه والسلام اضطرار اذا بغيهم استمر، بغي بني اميه استمر، بغي بني العباس استمر. لذلك لا يقاس الامام بغير الامام. ليس الرشيد كموسى في القياس ولا مامونكم كالرضا ان انصف الحكم. لانه اصطفاء من الله ما حد يقدر يوصل له. لذا الامام يقول: الامام واحد دهره. ماكو مثله في زمانه. نعم في الأزمنة السابقة يكون واحد أفضل منه هو رسول الله محمد صلى الله عليه وآله أفضل منه الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام لكن أنه في زمانه يكون واحد أفضل منه كلا لا يوجد لا يدانيه أحد يعني لا يصل إلى قربه لأن هذا اصطفاه الله وحلاه بالعلم اللدني بدون أن يروح يدرس لا الله أفاض عليه العلم فيضا لا يدانيه أحد ولا يعادله عالم تجد تقيس الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام بأبي حنيفة مثلا تقيس الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام بربيعة الرأي تقيس الإمام الكاظم بأبي يوسف مثلا كلا وألف كلا لا يدانيه أحد ولا يعادله عالم ولا يوجد منه بدل أكو بديل إلا ما إلا بديل إلا إمام مثله يعني الإمام الحسين هو بديل الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام إيه؟ لأن هذا اصطفاه الله ذاك هم اصطفاه الله لكن غير إمام يكون بديل للإمام واحد لم يصطفه الله سبحانه وتعالى يكون بديلا للذي اصطفاه الله سبحانه وتعالى هذا مو معقول أصلا ولا له مثل ولا نظير مثل من كل الجهات أو نظيرة من بعض الجهات ما موجود الإمام في كل الجهات أفضل من كل الناس مخصوص بالفضل كله من غير طلب منه له ولا اكتساب عند فاضل في علمه في اخلاقه في سائر الجوانب. هل هو الذي راح درس؟ لا الله افاض عليه العلم فيضا. هل راح طلب ذلك الفضل؟ لا الله افاض عليه فيضا. الرسول صلى الله عليه واله هو راح طلب النبوه؟ لا الله اصطفاه فجعله نبيا. وكذلك الائمه الله اصطفاهم فجعلهم انبياء. طبعا عندما نقول مخصوص بالفضل كله من غير طلب منه له ولا اكتساب هذا ليس معناه أن هذا الفضل منا بالذات لا الله هو الذي اصطفاه الفضل من الله سبحانه وتعالى إذا واحد يجي يقول أن نبي الله عيسى هو بنفسه أحيا الموتى أبرأ الأكمة الأبراص كذا كذا بنفسه لا بإذن الله فهذا شرك وكفر وكذلك بالنسبة إلى الرسول والأئمة عليه وعليهم الصلاة والسلام. إذا واحد قال هم بالاستقلال عن الله لهم هذا الفضل فهذا كفر وشرك. لكن نقول إن الله اصطفاهم. إذا رسول الله معصوم فالله سبحانه وتعالى هو الذي عصمه. إذا هو نبي فلأن الله سبحانه وتعالى اختاره للنبوة ثم اختاره للرسالة. إذا هو محلى بالعلم لأن الله أفاض عليه العلم. وهكذا الائمه عليهم الصلاه والسلام كل فضل لهم فاقوا على الناس بذلك الفضل بسبب ان الله سبحانه وتعالى اصطفاهم واختارهم لهذا المنصب الرفيع نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا معرفتهم واتباعهم هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين